طيب خلينا بقى ناخد مقارنات سريعة جدا ما بين مثلا حارس المرمى في نادي الدحيل القطري وأيضا حارس مرمى منتخبنا الوطني والنادي الأهلي محمد الشناوي. الفرق أعتقد كريم واضح جدا. فرق شاسع. شاسع طبعا. احنا شفنا ان الحارسين في نادي الدحيل القطري ما فيش كلين شيت او شباك نظيفه في مباراه كامله غير مباراه واحده للاثنين. طبعا محمد الشناوي اعتقد من محمد الشناوي هنحاول نجيب ارقامه دلوقتي كمان ومن فتره ليه فايلر واضح جدا 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 ان محمد الشناوي تطور جدا مستواه الحمد لله مع المدرب حراس الاجنبي اللي معانا والمستوى اختلف تماما على السنوات فيما قبل ذلك الفتره. وبالتالي محمد الشناوي واحد من اهم النقاط القوه في النادي الاهلي. بس نساعده كمان في امتى يا كابتن اسلام نقلل من الهجمات اللي رايحه عليه. حارس المرمى هو حضرتك بتتكلم هي ارقامه معانا على الهواء. حارس المرمى مش بس ان احنا بنقول ان هو راح عليه كام هجمه وصد منهم، لا انت عايز كمان تقلل الفكره. دي واحده من النقاط اللي كانت دايما بتساعد عصام الحضري ايام مستر مانويجزي ان دفاع النادي الاهلي وخط وسط النادي الاهلي بوجود واحد من اعظم الهاف ديفندرات في تاريخ النادي الاهلي هو محمد شوقي كانوا بيقللوا نسبه الفرص اللي بتروح عليه. فبالتالي لما تروح عليك خمس هجمات انت عندك قدره انك تتعدى 90% من التصدي، لكن لما يروح عليك 15 او 20 النسبه دي طبعا غصب عنك هتبدا تقل. وبالتالي محمد الشناوي طبعا واحد من اهم ركائز النادي الاهلي، ولكن يجب على مركز الهاف ديفندر ودفاع النادي الاهلي انه يقلل من عدد الهجمات اللي بتروح له عشان يعلي من نسبه تصدياته. طيب خلينا بقى نروح لنقطه الضعف الواضحه، اسماعيل محمد الباك اليمين. اسماعيل محمد لعب بقى ناحيه الشمال طاهر، لعب كهربا، لعب ايه اللي ممكن يعمله علشان يقدر او نقدر نكسب او نقدر نجيب اهداف او نقدر نتفوق على الدحيل القطري من هذه المنطقه؟ بالنسبه للجبهه دي، الجبهه دي هيبقى فيها مثلا معلول ناحيه اليسار وقدامه بقى جناح سواء طاهر محمد طاهر او كهربا او اي حد يعني او حسين الشحات في الجبهه اليسرى يقدر من خلاله زي ما قلت لحضرتك انا مش هتقدم كتير مش هزيد كتير سواء معلول او لان معلول لو اتقدم كتير هيبقى في مساحه وراه فلازم يكون في تعليمات سواء لعمرو السوليه او اليو ديانج او حمدي فتحي اللي هيلعب ارتكاز ناحيه الجبهه اليسرى يكون بيرحل معاهم عشان اقفل الجبهه دي. وكذلك كهربا لو لعب في الحته دي انا شايف كهربا لو لعب هيفيد النادي الاهلي جدا. كهربا عنده المهاره يقدر يلعب على اسماعيل محمد يجيب منه ضربه جزاء يعدي منه في الواحد على واحد. كذلك برضو طاهر محمد طاهر لو لعب في الحته دي الاثنين عندهم سرعات وعندهم المهاره هيتعبوا اسماعيل محمد كتير جدا. ولكن لازم الجناح ارقام حسين الشحات معانا على الهواء على طول. حسين الشحات طبعا ناحيه اليمين يعني حسين الشحات الارقام قدامنا على الشاشه. بس عايز اعقب على حاجه في الحته دي احمد هزودها على كلامك. اذا موسيماني فكر في ظل الظروف الاخيره وطبعا اصيب محمد هاني والله اعلم مش هيبدا ولا لا، بس احمد رمضان بيكهام في الدقائق اللي لعبها قدام بيراميدز اثبت ان هو قوي جدا جدا في مركز الفول باك بس الثابت خلف في الخلف بمعنى ايه ما بيتقدمش. يعني احمد رمضان بيكهام لما تشوفه جسمانيا بيقدر يعمل دور المساك بشكل جيد. طيب تخيل كده معايا السيناريو ده، لو احنا النهارده مركزين ان شاء الله باذن الله صبري لموشي يلعب باسماعيل محمد باك رايت وانت اديت حريه ليه بتكلم على جبهه فيها علي معلول وفيها كهربا والديت أو طاهر بس لحد ما في وجهه نظري الشخصيه الجبهه اللي ما بين معالي معلول وكهربا بيقدروا يعملوا فعلا خطوره على المنافس بشكل كبير. طاهر ربما تكون خطورته جايه من العمق في الماتشات الاخيره اكتر ما هي جايه على الجناح. فعلي معلول خد حريه وكهربا خد حريه والثلاثه اللي ورا رمضان بيكهام ثبت ورا وانس ان علي معلول طار هيبقى انت كده قلبت الخطه الى ما يشبه الثلاثه 4-3 وبالتالي ثبت الاثنين مساكين بدر بنون وايمن اشرف ورمضان بيكهام في هجوم من عن طريق علي معلول فعملوا لك التغطيه الدفاعيه ما عندكش خوف من اي هجمه مرتده تيجي عليك وانس ان حتى كهربا وعلي معلول ضغطوا على اسماعيل محمد. لا في وجهه نظري فول باك عنده 30 سنه هيضغط عليه كهربا وعلي معلول بقوتهم الهجوميه وكمان دايس عليهم وزايد اللي هيلعب مركز 8 وراس الحربه وكمان دخول المهاجم الايمن لمنطقه الجزاء اعتقد كل الضغط ده هيخلي اسماعيل محمد تحت الضغط واكيد هيرتكب اخطاء. وكان معانا من شويه او منذ لحظات ارقام علي معلول وهيت معانا على الهواء علي معلول طبعا علي معلول من برضو من اسرار تالق معلول في بدايه الموسم وجود كهربا معاه في بدايه الموسم. ليه؟ لان كهربا دايما بيلعب للعمق فبيدي المساحه دايما في ظهره بياخد دايما معاه الباك فبيدي المساحه بتبقى فاضيه لمعلول بالانطلاق. فده كان من اسرار تالق معلول وجود كهربا عشان كده كهربا ومعلول عاملين جبهه يسرى قويه جدا جدا. وكذلك لو رحل معاهم عمرو السوليه هيعملوا ثلاثه يقدروا ان هو في نفس الوقت انا ههاجم بس يكون بحذر لازم اشوف عيني على ادميلسون جونيور في ظهر علي معلول لان تحركاته القطريه مهمه جدا. احنا شرحناها امبارح هتفرق كتير جدا.
فذلك كذلك يعني لازم معلول يخلي باله من هتقدم بس يتقدم في واحده ولا اتنين ان شاء الله يجي منهم هدف. يعني ما فيش تفصيص اكتر من كده، احنا خلصنا وعملنا وكل حاجه يعني اعتقد ان كل حاجه واضحه دلوقتي لحضراتكم، كل الناس هتشوف من خلال الفيديوهات امبارح وفيديوهات النهارده اعتقد هيبقى ولسه معانا ان شاء الله ليله المباراه ليله المباراه هنتكلم عن الدحيل والاهلي باذن الله، هنتكلم عن الدحيل والاهلي.